حرص قطاع كبير من الشباب على المشاركة في حملة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية للتبرع بالدم لصالح أهالي غزة. وانطلقت الفعاليات في ميدان الشهداء بحي الشرق ببورسعيد استكمالا للحملة التي تشهدها محافظات مصر على مدار اليومين الماضيين. وشهدت حملة التبرع بالدم إقبالا كبيرا من الشباب الذين حرصوا على المشاركة في الحملة التي تقام تحت إشراف بنك الدم الإقليمي في محافظة بورسعيد، ويتم قبل التبرع التأكد من الحالة العامة والصحية للمتبرع وقياس ضغط الدم والعلامات الحيوية وإجراء التحاليل اللازمة. النهاردة كان عندنا في بورسعيد وعلى مدار 3 أيام يمكن كان في تنسيق ما بين كل الجمعيات، جمعية رسالة، جمعية حياة كريمة، محافظة بورسعيد، بنك الدم. يمكن الكل أبدى تعاون كبير جدا في المبادرة ديت، خاصة إن الهدف بتاعها التبرع لإخواتنا وأهالينا في غزة. كان لازم نكون أول المشاركين لأن إحنا بندي رسالة للشباب كلها، ده واجب وطني. وإحنا شفنا الدولة المصرية واقفة إزاي مع شعبنا وأهلنا في فلسطين وفي غزة. إحنا لازم زي ما ضحينا قبل كده بأرواحنا، النهاردة إحنا بنتبرع بالدم لصالح أهلنا في غزة. جاية أعمل أساعد، يعني يبقى ليا دور وأشارك إن أنا أساعد فلسطين بأي حاجة. إحنا كشباب يعني بورسعيد بنحب نتبرع ونحب نطلع حملات لأهلنا طبعا في غزة، لأن دول أهلنا وأصدقائنا وقريبين جدا مننا، فإحنا كنا لازم نتبرع عليهم ونقف جنبهم. في ناس كتير بتموت، فدي حاجة بسيطة نقدر نقدمها لهم، من أكل، من شرب، من بترول، فالدم ده أبسط حاجة ممكن نقدمها.